السلام عليكم، مساء الخير عليكم متتبعين صفحة ليالي فاس. تحياتي كل الناس ديال ليالي فاس والناس اللي جاو من طرف ليالي فاس. اليوم قلنا لكم القرعة الطنبوري باش كنا موحدينكم كل احد. تحية للشباب، تحية للشباب، وغنذكركم بالعروض اللي كاينة بالنسبة دابا راك عارف البرد بمختلف المدن المغربية، الزربية والموكيت بأحسن الأثمنة. مثلا هذا الموكيت الزربية تبارك الله فقط ب 70 درهم، يعني هذاك السي حمزة أقل أثمن في المغرب كامل، ماشي غير فاس، في المغرب سير كامل. اللهم بارك. وخلاص الأثواب تبارك الله على الأشكال والأنواع، الزرابي البلدية، داك الشيء الناضي اللي بغى يدخل زربية موكيت لدارو فهذه هي الوجيبة إن شاء الله. أحسن همزة هنا عند ديامون كاربيت بحي بن سودة. نعطيو الكادو اليوم، الكادو سير اللي كيجيو عندنا ديما هما اللي مجرد شنو ما شريتي هنايا كتكتب السميه كنيه نمرة التليفون. سير خوين الناس اللي خوين اليوم الربحه كل حد، كل حد قرعه سحب القرعه باللي اجل تاع الرؤى. تبارك الله، اللهم بارك، كل غادي يربح معنا، اللهم بارك، كلشي غيربح، كلشي غيربح معلم، كل واحد كادو ديالو. انا قبل شوف بارطاجيو اللايف، بارطاجيو اللايف، الله يجازيكم بخير. غنتعرفوا على الفائزين بعد لحظات، ولكن قبل غنديروا جوله صغيره خفيفه في المحل باش نذكركم بالعروض اللي مازال مستمره طيله هذا الاسبوع القادم ان شاء الله، وديال الزرابي، ديال الموكيت، ديال الاثواب، ديال الريدوات، وعاد نجيو نديروا القرعه. نتوكلوا على الله، سير اللهم بارك. ها هما خليهم هنايا، حنا جايين موراهم ان شاء الله. خليكم معنا للتالي ديال اللايف، غنتعرفوا على الفائزين. اللهم بارك. لوكاليزاسيون خويا، مسجد ابي عبيده بن الجراح. هذا تلقى المسجد، ادخل بحالتك من هنا. اللهم بارك. ها هو المركب التجاري لبيع الزرابي والموكيت وكذلك الاثواب. ها هي السلعه تبارك الله، راها كتوصل. ها هي السلعه تبارك الله، الرولوات. شكرا على هذا كله، شي حاجه الفخامه والعظم. حنا عندنا هادشي ما كيحبش، حنا ديما الجديد وديما كنخدموا مع الكليان ديالنا. اللهم بارك، اللهم بارك، شكرا على الاقبال ديالكم. اللهم بارك. هذا هويسه اليوم، هذا شحال دايرين له؟ شحال اخويا؟ دايرين له 49 درهم. الا 49 درهم، عرض حقيقي. عندك طيح، انا غنطيح 49. وهذه اللي هنايا؟ هذه 49 درهم. 49 درهم، تخيلوا معايا موكيت. تخيلنا علمي. 49 درهم، تحية للسي الوزاني، راه معنا على اللايف، مشى يجيب لنا السلعة، ديما الجديد، ديما ديما الجديد. ديما الوزاني كيجيب لنا الجديد وحنا خدامين مع الوزاني. تحية للوزاني. تخيل معايا الطروا بيا بشحال؟ طروا بياس ديال بيت النعاس، اللي بغى يسخن في بيت النعاس. 150 درهم. ثلاثة الزرابي 150 درهم، ثلاثة الزرابي، هما اللوينات، اللوينات والاشكال. اللهم بارك. شوف شوف تبارك الله، شوف 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 السلعة كي دايرة ما شاء الله. اللي بغى يدخل زربية موكيت هذه هي الوجيبة ان شاء الله. ها انتم ما شاء الله. انا جاي عندك، جاي عندك دابا، نكمل غير الدورة من هنا. ها هو السامبل عاوتاني لعشاق السامبل. اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. دابا تخيلوا معايا هاد الزواقات اللي كتشوفوا قبالتكم بشحال؟ 70 درهم فقط. اي 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 اي، اللهم بارك. اونتي طاش خلاص وكاع القياسات. ها هو شوف كشي سور مزير رولوات الاونتي طاش لاول مره، القياس اللي بغيتي بالاونتي طاش والشكل اللي بغيتي. خلاص هذه 1000 غرزه في المتر كاري، فيها ثمن ناضي واللوينات اللي بغيتو ما شاء الله. هنايا بالنسبه للنعس، هنايا على بالضبط على شارع الذهبيه بحي بن سودا، وهذا راه معروف شارع الدابية، يعني المدخل اللي بغيتو. خلاص التواب انا ما غندوش من ديك الجهه كما كتشوفوا. شوف الرولوات مشاو، التواب مشاو، مبره المحفره 20 درهم اللي كانت ب 80 فقط 20 درهم، بقاو غير كما تيقولوا غير الحصاوات. ولكن الوزاني راه مشى كما كتلاحظوا، ما معناش في اللايف باش يجيب لنا السلعه ويرضي جميع الزبائن كاع اللي بحتاج شي حاجه. الناس علاش كانوا كيسولونا على الاونتيطاج؟ كانت غير الزربيه متر 39، قلت لهم ماشي هو العبار. اليوم جبنا الرواله والكونتيطي وداك الشيء كبير، اجي تشوف معاه من متر ونص وجوج متر حتى جوج ونص. هنا والاشكال والالوان. اللهم بارك. كاين الكحل، كاين الدبي، شوف لي هاد الكري، هذا الفخامه تتحدى. اللهم بارك. هان بالنسبه للزرابي جبنا واحد الكونسيط اللي هي كبيره، غادي نطلعوا عند حمام وتشوفها. اجي نشوفوا الزرابي سير. اللهم بارك، اللهم بارك، تحيه للشباب. السلعه شوفي ما مشيتي. اللهم بارك، اللهم بارك. ها هما التويبات عاوتاني، البروكا، المطلاسي، داك الشيء الناضي. سير بارطاجيو، الله يحفظكم. سير اخويا سير، اللهم بارك. تحيه لاحسن وزاني في العالم، تحيه لولد عمي. اليوم غادي ندخل عند السي حمام. تبارك الله، اللهم بارك. كاين العادات، كاين شي حاجه، يا سلام، كاين الفخامه حمزه. هادشي كله حمزه جبنا الكليان ديالنا العزال. اليوم تلقى خويا حمام نوريو الناس ديالنا. اللهم بارك. انا جاي عندكم، انا جاي، انا جاي. اجي حنا كنتسناو. سير اخويا.
شو الزرابي على الاشكال والانواع. هذا ايطاج على قدو ديال الزربيه البلديه، وفي كاع القياسات، في كاع العبارات، في كاع الالوان. شوف تبارك الله، شوف الزربيه التركيه دوبل زواق، داكشي سهلة ميديكال ضد الحساسية. هاد الثمن قولوا لهم الثمن السي حمام. دايرين لها 9 ابتداء، 99 درهم اخويا حمزة. 99 درهم شي حاجة سهلة، اللهم بارك. بالنسبة للناس اللي كتصور على العبارات، ورينا الزواقات الجداد، ورينا الزواقات الجداد اخويا. الجديد ديما الجديد، ومازال غيجي الجديد. سير اسيدي الله يحفظك. يلاه سيدي، غير اللي ما باش يستافد، اللي ما باش يدخل لدارو الزربية، اثمنه ناضيه، تريات كريستال نحاس. هاد التريه هذه، هاد الفخامه وهاد العظمه هذه، قولي انت الثمن، قولي الثمن. هادي واحد 600. لا 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 بزاف، هادي كريستال يعني. غير 450 درهم، اربعه ديال الشعلات كتشعل بالليل. 450 درهم. وبالنسبه ديال ثلاثه في واحد برومو عرض خاطر شي حاجه الحمار غير ب 300 درهم. اسمعين هادي اختها كريستال ديال ثلاثه ديال اللفه اللي هي هادي السي حمزه. هادي بشحال؟ 299 درهم. الناضيه 299 درهم، غادي تدي ثري ديال الكريستال. اللهم بارك. كتصوروا على العبارات ديال الزرابي، جوج على 6، جوج على 7، جوج ونص على 6، هادشي كله كيتواجد عندنا عند محلكم ديال المنتخب. انا حمزه. شوف معايا. هاي الزواقات الجداد عاوتاني، ديما الجديد، ديما. حاجه فخمه والعظمه. ديما الجديد. هاي هادي ما كانتش. حلنا حلنا اخويا حلنا. ناضي. وكاع العبارات فيها. هادي زربيه ناضيه تبارك الله. انا السي حمزه عارف الناس اللي كيبغيو يتهلاو في الكولوار، بغيت تهلا في الكولوار ديالك باقل الاثمان. ها شوف لي الفخامه السي حمزه. ها شوف لي التبرعات حمزه، هادشي كامل عند ديامون فار. اللهم بارك، اللهم بارك. جبنا لهم اخويا حمزه طروات. هيا ورينا لهم، هيا فيها اللوينات كاملين. فيها اللوين كامل. اللهم بارك. سير ورينا اخويا نور الدين. اللهم بارك. او ما تبارك الله. شوف نبطو نديرو القرعه ديالنا ان شاء الله، وعلى ما توصل السلعه حيت مازال السلعه 299 درهم متطالع، رومو كتسال 49 درهم، توب ابتداء من 15 درهم، شي حاجه صداع الراس. دابا غادي نهبطو نربحو الناس ديالنا. سير اللهم بارك، اللهم بارك. شباب بارطاجيو الله يحفظكم. دابا غنديرو القرعه ونشوفو الفائزين، والعروض غادي نتعرفوا عليها كامله ان شاء الله بعد ايام قليله، لان مازال السلعه غادي تجي. السير وزاري راه مشى يجيب لنا السلعه ان شاء الله، الله يجيبو على خير ان شاء الله، ويجيب لنا السلعه ديالنا ان شاء الله بثمن مزيان والجوده المعهوده على هذا المحل الجميل ديامون كاربيت. سير اللهم بارك. سير بارطاجيو، غادي نعرفوا دابا الفائزين. نشرح لكم الكونسيبت. اي واحد شرا من هنا ولو زربيه ديال باب الدار، كيجي يكتب 600 كنيه نمره التليفون وتيشارك في القرعه. هذا الكليان هذا الاسبوع، وغادي نتعرفوا على الفائزين ان شاء الله بعد لحظات. لي كادو ديالنا اليوم عندنا اربعه الكادوات. طوابيز بيت الناس، طابيز ديال السيجور، شي حاجه ديال السيجور هادي مصوفه. عندنا موكيت فيه ها هو متر على جوج ونص معلم. الناس الكولوار عندنا فيها جوج على اربعه زربيه. اللهم بارك. سير كتحماق على السام. سير اسيدي، سير اسيدي، سير 3 دو. يلا عطينا الوريقه الاولى. سي سيف هزلنا شي وريقه، هزلنا ولدي خلط وهز. يلا صافي هز براك. عينيك نشوف. عيط اخويا عيط. هنا هنا اللهم بارك. ها الجائزه الاولى هي هادي. سير بداو من اليمن. سير الله يسخر، ما صوناش كاع. للاسف للاسف عطينا واحده اخرى، عطينا واحده اخرى. سير اللهم بارك. عطينا واحده اخرى. عطينا واحده اخرى ولدي. سير بلاش، بشوي 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 بشوي، خرجوش الاوراق. هارالي يلا عطي وحده، عطي وحده. سهام سهام، نشوفوا سهام. يا سهام نفسي 16 85 11. سهام سهام
كيسوني الو السلام عليكم. السلام عليكم. معايا ليلى سهام. وي معاكي محل التجاري ديال الزرابي والموكيت ديموند كاربيت. حنا راه حنا معاكي المحل الزرابي والموكيت ديموند كاربيت المحل التجاري اللي في بن سودا. اه تقديتي معندنا شي حاجه؟ اييه. شنو تقديتي معندنا؟ خيطت عندكم طلامط. اييه طلامط وخيطتو. بالصحه والعافيه. مبروك عليك راكي ربحتي معنا زربية اليوم على المباشر. واو هيا ولك انا عندي الله يجازيك بخير. ثقة ثقة على حاجة مباشرة لالا سهام. إلا كان ممكن تجي تاخذيها دابا ولا ما كانش حتى لغدا إن شاء الله بإذن الله. ولا غدا ولا غدا دابا 10 ولا غدا ما نعرفش نجيبو اختي راني داك غدا إن شاء الله بإذن الله. غدا 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 إن شاء الله. مرحبا مرحبا. شكرا شكرا بزاف. بصحة والعافية بصحة والعافية. يلاه خليتك الراحة. والله الا قالت لك هذا كله زهر عندي ما كانش كانت منتظره. ما كانتش متوقعه حيت بزاف ديال الناس كيقولوا مشات في القرعه ما كيبغيوش كيقول لك بان ما كاينش الى اخره ولكن الناس اللي كدير النيه كتلقى بالتالي نتيجه فهمتيني. هذه داير النمره ديروا النيه وضرب في البرا وتخرج بدون اسم بدون اسم بدون اسم غنسولو باش ما نقطعولوش رزقه فهمتيني. وغادي نشوف يا ربي امين اللهم امين ما جاوبش المرة اخرى عطينا المرة اخرى نديرو معاك انا ورقه اخرى ولدي سير حرك مزيان يلاه جبد وراك جبد وراك برافو عليك سير معنا ايمان ايمان هاد النظر ديال العيالة تاع السي حمزة ولا ايمان بدا تخلط من دابا بدا تخلط على ما نوصلو لعندك نمشي عليك سير خلط كلشي كلشي من جدك. اه كلشي لهاد الجهة هادي عاود نديرها كيسوني السي حمزة سير سيدي على مولانا شوفوا واش معنا اي 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 واش الناس اللي كانوا مع 10 السي حمزة هادشي اللي بان لي صار بلاش عطينا الميرة أخرى يلا يلا غالبا غنوجدوها بعدا أنا وجدنا الميرة أخرى ولدي يلا يلا قلب ما جاوبتناش للاسف نشوفو المرة أخرى 0636 0636 حفاظ على الخصوصية السي حمزة اييه ديال الناس باش ما يوقعوش مشاكل غنشوفو ليلى معنا مدام ليلى ليلى الو السلام عليكم. معك انا من محل الزرابي والموكيت ديموند كاربيت. تقديتي معندنا شي حاجه؟ طيب شنو خديتي معندنا؟ لمقات بصحه وراحه. ايوا دابا شنو بقى ناقصك؟ لا بقات ناقصك الا الكارو ديالنا اللي هتربحي معنا دابا على المباشر طروه بياس ديال بيت النعاس زرابي ثلاثه زرابي خدكوش بصح سويقات الشراء بصح وديما كنديرو العروض وهاد المرة انت اللي ربحتي معنا قهوة بياس ديال بيت النعاس. وانا لا رباك عندك الزهر يلاه خليتك الراحة وان شاء الله غدا جيت تسلمي الكادو ديالك يلاه يلا عطينا واحدة اخرى انا ورقة واحدة اخرى مازال جوج ان شاء الله مازال جوج ديال الفائزين معنا السي حمزة نشوفو شكون اللي غادي ينال هاد الجوج ديال سرايا سوريا شي حاجه نشوفوا لنا سوريا
اي 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 صوناش نجيو نعاود مرة أخرى. عطينا وريقة أخرى. شفنا بواد فوكار، عطينا وريقة أخرى. هاك هاك يلاه عطينا صافي هز. برافو. هند نشوفو لا لا صفر صفر. بسم الله. لا لا نمرة أخرى. نمرة أخرى. الناس اللي كتسول على المصداقية على المباشر. ألو السلام عليكم. ألو. مدام هند معايا. أييه. معاك لالا المحل التجاري ديال الزرابي والمكدم ونت كاربي. تقديتي مع عندنا شي حاجة؟ شنو تقديتي مع عندنا؟ ولا لا شنو بقى ناقصك؟ زربية أخرى. ناقصك زربية للكولور، راكي ربحتي معنا متر على جوج ونص بالصحة والراحة. تسويقات عليها. ولكن ربحتيها معنا اليوم بالصحة والراحة. غدا جيت تسلمي الهدية ديالك. سي عادل. سافر الوالدة سافر أخ اللي بغيت. أنا ورقة أخرى. سير عطينا ورقة. عزيزة مرحبا بالصحة والعافية. سير. هادي راضية تبارك الله. هادي السي حمزة شي حاجة يا سلام من ديك ضد الحساسية كندويو على الحرير على الصوف شي حاجة ديال البرد ما عرفتش من من غادي تكتب هاد نشوفو ها هي محمد محمد أول راجل غيطلع معانا إلا جاوب إلا جاوب قال لك خويا عادل الحبيب تحياتي الله يجازيك بخير الله يكرمك حنا كنتواجدو هنا بالفضل ديالكم بارطاجيو واللي حتى شي حاجة طيبة اوه شكون هذا قال لك معاك الفجله اون بيرسون هيا تحية معانا الله يعمرها سلام تحية للسي امين كيصوني السي محمد سير عطينا وريقه اخرى وجدها غير وجدها بعد عطينا وريقه اخرى سي صافي شفنا العلبه الصوصيه خاطر بزاف ديال الناس الصحن اللي ما كيجاوبوش يوم الحد يوم الحد ما كاين حد رشيد ستين 19 الله يحفظك ابو امين الله يحفظك بالنسبه للناس اللي جم طرفيه اللي فاس مرحبا ولا ترحيب خاص الله يكبر بك اخي الناس كاملين ابو الفضل ليكم حنا كنتواجدوا هنايا الو السلام عليكم السي رشيد هذا معايا معاك المحل ديال الزرابي والمكدم مونت كاربيل معاك المحل ديال الزرابي والمكدم مونت كاربيل بن سودا المهم واش جيتي للمحل ديال الزرابي بن سودا قديتي ما عندي شي حاجه عندنا الزربيه هو صافي راه بقات ناقصك الزربيه للسيجور راك ربحتيها معنا على المباشر الزربيه ديالك تسويقات تسويقات على السي رشيد خويا نوردي شكرا بزاف اخويا الله يحفظك الله يكبر بك الله يحفظك غدا ان شاء الله الله يسهل الامور مرحبا بك الله يفخر خويا عادل شكرا اخويا شكرا جزيلا كما كتشوف الناس ربحوا معنا المصداقيه على المباشر السي حمزه اللي كيجي مطرف ديالهم مرحبا الله يحفظك الله يحفظك ديما الهموز ديما العروض وديما الربحه العروض ديما الجديد حنا شوف حنا كنزيدونا لاجلكم ولاجل العروض حتى ما كنعياوش الا ما عيتو نتوما سير الله يكمل بالخير الله يكمل بالخير تحيه لكم تحيه لكم الشباب تبارك الله عليكم شباب بارطاجيو الله يحفظكم اللايف على اوسع نطاق تحيه الله يحفظكم اخوتي الله يسهل الامور الله يحفظك هادشي اللي كاين مرحبا بالجميع وبارطاجيو وديما الهموز خويا لاز الله يحفظك تبارك الله عليكم الله يحفظكم اخوتي الله يحفظك الله يحفظكم اخوتي الله يسهل الامور فمرحبا بكم اخوتي هنايا عند ديامون كاربيت حي بن سودا بمدينه فاس والكل في فاس تبارك الله